أهلا، اليوم سويت معكم تشورز وقهوتي المفضلة. أتمنى يعجبكم الفيديو. على النار عندي موية وسكر وزبدة، وبعدها راح أضيف الدقيق وأخلطها مع بعض لين تتكون معي عجينة بهذا الشكل. أتركها تبرد وأضيف البيض والفانيليا تدريجي، وبعدها راح أحطها بالكيس الحلواني هذا. وبصراحة ما أدري وين راح القمع حق التشورز، فاستخدمت هذا القمع طلع لي كل الأشكال إلا أنه يشبه التشورز، بس مو مشكلة، أهم شي عندي الطعم. قليتها بزيت غزير، وبعدها أضفتها على سكر وقرفة. وللقهوة صراحة استعنت بصديق عشان يسوي لنا القهوة هذه ونتعلم مع بعض. بالبداية راح أضيف القهوة 40 جرام، والموية تدريجي 600 جرام، الكوبين طبعا. راح أضيف الموية بهذا الشكل وبس، وكذا خلصت القهوة والشورز جاهز. قدمته مع نوتيلا وكراميل. أتمنى عجبتكم الوصفة، جربوها وعليكم بألف عافية.